واحد من اهم لاعبي كره القدم المصريه على مر التاريخ وعلى المستوى الاداري طبعا، اسم كبير، الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. حبيبه طبعا. ده مبدع بجد بقى. يعني شوف، انا اتكلمت على الكابتن صالح بحب طبعا، شخصيه عظيمه. بس كابتن محمود الخطيب احرف من كابتن صالح سليم. محمود الخطيب في عز نجوميته ما كانش يقدر يمشي في الشارع، صعب جدا، الشارع يتقلب يتقفل يعني. تحب الكره تروح له بقى يعني، عشان هيبدع. ده واحد من اللعيبه القلائل اللي كان لو هو اسمه في التشكيل او مش في التشكيل يبقى خبر مهم. مفيش حد الحقيقه يعني ما تفرقش قوي يعني دلوقتي في الحاجات دي. اسطوره من اساطير الكوره.